بداية نود أن نفهم معك بشكل مفصل لماذا لجأت الحكومة إلى هذا النظام الذي يجهله أغلب الناس، وهل العراق قادر بالفعل على هذا التحول السريع؟ مساء الخير عليكم. توجه نحو الدفع الإلكتروني بعدة فوائد. الأولى هو تقليل طباعة العملة النقدية التي تكلف الدولة مبالغ كبيرة، وكذلك هناك إبدال إحلال واستبدال سنويا للعملات التالفة تطبع مكانها عملات جديدة. يضاف إلى ذلك هو أكثر أمانا من حوادث السرقة والتزوير. الاقتصاد يكون بأمان كلما قلت العملة المزورة. كذلك فإن عملية الدفع الإلكتروني تعتبر صيغة حضارية يمكن من خلالها مراقبة الأموال، التدفقات المالية البسيطة، وكذلك مراقبة التضخم المالي بالنسبة للثروات لبعض الأشخاص. هذه بصورة عامة فوائد كثيرة للدفع الإلكتروني في حال تبنيه، لكنه تنقصنا ثقافة الدفع الإلكتروني سواء كان إقناع الناس البسيطة أو حتى المتاجر. لحد الآن أسواق قليلة جدا هي التي حاليا تستخدم الدفع الإلكتروني، محدودة جدا. نرى أنه أسواق كبيرة في بغداد هي لا تستخدم هذه التقنية، رغم أنه هي منتشرة منذ عدة سنوات منذ بدأ قرار توطين الرواتب، حيث أن معظم موظفي الدولة إذا مو كلهم يمتلكون بطاقات ائتمانية وبها يستلمون رواتبهم. طيب، لذلك وعلى سيرة ضرورة تثقيف المواطن سيد درغام، نسأل عن نجاح هذا التطبيق. هل سينجح هذا النظام بهذه السرعة التي تتمناها الحكومة والسلطات الاقتصادية في ظل هذا الواقع؟ ليس بالسرعة التي نتوقعها، لكنه تحتاج إلى وقت. أولا إلى معايشات، حيث أنه حاليا تم فرضها في محطات الوقود. المعايشة في محطات الوقود ونجاح التجربة في محطات الوقود سينعكس على بقية مناحي الحياة، سواء كان من ناحية التسوق، من ناحية المعاملات الحكومية والعديد من الممارسات. بالإمكان إذا نجحت التجربة في محطات الوقود أن تعمم على بقية الفعاليات التجارية والاقتصادية، لكنه هي لا يمكن أن تكون هي يعني شاملة لكل الفعاليات الاقتصادية. هناك المعاملات البسيطة لا يمكن يعني تعميم هذه عملية الدفع الإلكتروني عليها، مثل الشنابور، المحلات البسيطة، الأكشاك. هذه من الصعب جدا أن أخليه يتبنى الدفع الإلكتروني، لكنه على الأقل في المحطات الكبيرة اللي هي محطات التسوق، المطاعم الراقية، الأماكن التسوق، المولات، الأسواق، الدوائر الحكومية، متى ما تم تبنيها وخلق ثقافة لدى المواطن أن هذه وسيلة أكثر أمانا وتجنب مشكلة العملة المزورة، وتجنب مشكلة ضياع العملة أو السرقة، وأيضا تحميه من عدة قضايا، فهذا المواطن راح يتوجه نحو هذه التجربة ويحتويها وأيضا يعمل نعم عليها. بما أنك أتيت على ذكر هذه السيرة، نعم، تقويض عمليات الفساد وتهريب العملة والسيطرة على السوق، اشرح لنا أكثر سيد درغام، يعني كيف سيساعد نظام الدفع الإلكتروني بذلك؟ نظام الدفع الإلكتروني يعني يجعل التدفقات المالية واضحة جدا، يعني البطاقات تصدر بأسماء أشخاص محددين، والمبالغ التي تحمل بها ضمن هذه البطاقات هي مبالغ معروفة ومكشوفة. هاي بالنسبة للتعاملات الصغيرة. التعاملات الكبرى غالبا تكون بالصكوك وبالمناقلات، لكنه بالنسبة للتعاملات الصغيرة والبسيطة هي تكون عبر الماستر كارد وبطاقات الدفع الإلكتروني، سواء كانت الاعتيادية التي تكفي المعاملات الصغيرة كالتعاملات اليومية، والكارتات اللي تسمى الجولدن والبلاتينيوم اللي تستخدم للمعاملات الكبيرة كشراء السيارات وشراء الأثاث والقضايا الثمينة، فتستخدم بطاقات أكثر تطورا وأكثر كلفة. لكنه بالحصيلة أنه يجب أن نخلق في البداية
لبنة لهذه الممارسة لكي نقنع المواطن بأهميتها، وأيضا نرشده إلى أماكن استخراج هذه البطاقة. يعني يجب أن تكون منتشرة بشكل يومي وفي محلات معلومة للمواطنين، ومن السهولة واليسر الحصول عليها، لكنه بثقة عالية وبأمان عالي، بحيث أنه في حال فقدانها فإنه بموجب مستمسكاته الشخصية بإمكان استعادة إعادة إصدارها وضمن الرصيد المتوفر فيها نفسه. هذا يعطي أمان للمواطن أنه هو ليس بحاجة إلى حمل الكاش في جيبه. كذلك أيضا حتى أنه الحجوزات الخاصة بالسفر، وكذلك حتى الأطباء والفعاليات الأخرى التي يعني هناك تداول يومي للنقد فيها، يعني يفضل أنه يثقفون باتجاه تبني هذه التقنية. هذه التقنية أولا تسهل عليه حسابات الأرباح وكذلك الكلف، وكذلك تحميه من العملة المزورة والتالفة، وأيضا تفتح لآفاق جديدة في التعاملات النظيفة، وحتى يسهل عملية التحاسب الضريبي بحيث أنه لا يغبن في التحاسب الضريبي. لذلك سيد ضرغام وتثقيف المواطن العراقي الذي لم يعتد تاريخيا على استخدام هكذا نظام للدفع، ما الحل لهذه المعضلة برأيك وباختصار لو تكرم؟ الحكومة بدأت بمحطات الوقود التي هي محطات تتعامل معها المواطن بشكل يومي. فرضها بمحطات الوقود راح توضح التجربة للمواطن وأهميتها وسهولة استخدامها. هذا الأمر سيعمم ثقافة استخدامها. كذلك أيضا بالإمكان في المستقبل القريب تعميمها من خلال المولات ومراكز التسوق، حيث أنه نعطي خصومات للي يستخدم هذه البطاقات. هذه الخصومات ستشجع المواطن على اقتناء بهدف الحصول على هذه الخصومات، وكذلك جعل كلفة إصدارها رمزية جدا بهدف تشجيع المواطن على اقتنائها. هذا الأمر كله سيشجع المواطنين على اقتنائها، وكذلك تعميمها في وسائل النقل العام. هذه أيضا ستشجع على اقتناء هذه التقنيات. هي تقنيات حضارية يجب أن يتعود المواطن عليها ويتعلم عليها، مثل ما موجود في دول الجوار اللي تروحين تركيا موجود هذه التقنيات، سواء كان في الباصات وفي التسوق وفي المطاعم وفي كل مكان موجود بطاقات الكي الماستر كارد. موجود في دول الخليج، لذلك العراق وليس بعيد عن الدول التي تستخدم هذه التقنية. لذلك هي عملية حضارية يجب أن يتم توعية بها بالشكل الصحيح وتطبيقها عمليا من خلال التجربة. حاليا بدأت محطات الوقود، أيضا فعاليات أخرى بإمكاننا إدخالها ضمن هذه الحزمة. شكرا التحوافز لجعل المواطن يعرف أهمية هذه التجربة وتبنيها. الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك.